أيضاً أن نرحب بالسادة المشاركين في هذا المحفل المهيب الذين حضروا من مختلف بلاد العالم ليسهموا في أعمال هذا المؤتمر وجلساته العلمية وما يصاحبه من ورش عمل ومعروضات تعنى بالخط العربي وكتابة المصحف الشريف. الضيوف الأكارم من كل مكان من ليبيا، وقبل ضيوفنا في ليبيا ضيوفنا من الدول الأخرى من 20 دولة، أيها السادة، اجتمعوا في رحاب ليبيا في رحاب القرآن، وفي هذا المكان في عروس البحر طرابلس نجتمع لأن القرآن يجمعنا. أنا لا أريد أن أقول أن أرحب بهم، فكيف أرحب بأهل البيت في بيتهم؟ حماية للأمن العقدي والديني من التحريف والتدليس الذي يعنى التعريف الثاني على هذه الخطوات المعبرة التي يسعدني ويشرفني اليوم أن أكون بين كوكبة من الخيرين الداعمين لمسيرة تعليم ونشر القرآن الكريم ونسله وطباعته في بلدنا العزيز ممن يحافظون على دستور الأمة الإسلامية ويرعونه. إنه لفخر يعلوه فخر أن نجتمع بهم وبكوكبة من العلماء الأجلاء في علوم القرآن الكريم المتميز وإقامتها هذا المؤتمر بحضور كوكبة من العلماء الأجلاء في علوم القرآن الكريم وعلوم رسم وضبط المصحف الشريف وامتلاك المقاييس التي تدل على قبوله. هذا المشروع تم تسميته بمجمع القرآن الكريم، وهو اسم على مسمى يلتحف ويلتئم فيه ويستظل بظلاله أهل القرآن في ليبيا. وهذا المشروع نرجو أن يؤتي ثمرته في داخل بلادنا الحبيبة ليبيا وفي الخارج كذلك. نشأت هذه الفكرة منذ سنوات من أهل التخصص في علوم القرآن، ولكن بقي حبيس الأدراج حيث لم نجد من يلتفت إلينا إلا في عهد حكومة السيد المهندس إدبيبة جزاه الله عنا كل خير. ويندرج كذلك تحت هذا المشروع الضخم أكاديمية الدراسات القرآنية العليا والمتحف الإسلامي، ونحن اليوم نحتفل جميعا نحن أهل القرآن الكريم بإعلان إشهار هذا المجمع المبارك. ويقوم أيضا المجمع في هذا اليوم لمدة 3 أيام بمؤتمر عالمي لضبط ورسم وكتابة المصحف الشريف، فنسأل الله القبول. يتضمن مجموعة من الأنشطة والبرامج العلمية والثقافية والتراثية. طبعا تم تحضير لهذا المؤتمر يعني من فترة شهور، أو بعد تأسيس مجمع القرآن الكريم بليبيا الذي أسس في 31/10/2021، ويعتبر هذا الحدث أو المنشط الأول الذي يقوم به المجمع لجمع مجموعة من علماء القرآن الكريم والمصاحف الشريفة والنسخين والخطاطين لتحقيق أهداف هذا المؤتمر. هناك مشاركات علمية يشارك بها مجموعة من المتخصصين والمهتمين والأكاديميين، هناك مجموعة من ورش العمل المتخصصة التي تهتم بالخط العربي وأنواعه وكل ما يتعلق بموضوع صناعة
الخط وصناعة الطباعة وصناعة المصاحف من يعني أنواع الورق وأنواع الكتابة وكيفية إخضاع الورق للكتابة ومجموعة من البرامج المهنية أو المتخصصة في هذا المجال، بالإضافة إلى مجموعة من أو معرض يقام بهذه المناسبة، يعني يضم هذا المعرض يعني كبار الخطاطين المحليين الليبيين والدوليين. يشارك في هذا الحدث تقريبا أكثر من 14 دولة من شتى الدول العربية والإسلامية لهذا المؤتمر، مجموعة من المحاور العلمية معروضة طبعا في مطوية هذا المؤتمر. وطبعا هذا البرنامج طبعا كل المجامع يعني تبنى على مصاحف، يعني فكان فيها يعني ما نقولوش توأم، كان فيها يعني حلقة وصل ما بين المشايخ وبين الخطاطين. طبعا تحدث هناك ما نقولوش خلافات، لكن تحدث هناك بعض الأشياء المهمة اللي هي من حيث الضبط ومن حيث جمال الخط، ففي أشياء يعني تفاصيل كثيرة جدا، التفاصيل تحتاج دائما لتوضيح، تحتاج لمؤتمرات كبيرة مثل هذه المؤتمرات وتصحبها أوراق علمية وتصحبها مثلا معارض للخط، وهناك وجهات نظر الحقيقة قد يعني يبنى عليها في المستقبل وتصبح يعني بالفعل أن نصل لصياغة معينة خاصة لكتابة المصحف، أن المصحف في تطور، وتطور هذا طبعا يصاحب أشياء مستجدة. وإحنا الآن لو كان فيها مجمع من فترة يعني طويلة لكانت عدة أشياء إحنا يعني زي ما نقولي تجاوزناها، يعني الآن إحنا بحاجة مثل لمصاحف، يعني ممكن المصحف يحتاج إلى 5 سنوات، بدل 5 سنوات ممكن يحتاج لسنتين فقط أو سنة، لكن هذا يحتاج إلى آلية، وهذا المجمع ممكن يوفر هذه الآليات يعني.